النهارده بقى انا جايبه لكم حته وصفه رهيبه جدا للشعر المجعد، الشعر الهايش، الشعر المتقصف. وصفه رهيبه حقيقي، الوصفه دي انا ما بقدرش استغنى عنها، على طول تخلص الازازه اجيب ازازه. هوريكم دلوقتي، بصوا يعني من جمال الوصفه. بصوا انا مش بقول كلام كده وخلاص، الوصفه تخلص بجيب غيرها على طول. وهنا كنت قسمت بين الازازتين دول لان كنت جايبه ازازه منهم قبل كده اهوت وخلصت، فانا بحط في كل مكان كده ازازه. رهيبه جدا، انا كنت بستعملها دلوقتي فجت في بالي قلت لا لازم، مادام الحاجه بتعجبني بحب اعرفكم عليها واقول لكم على اي حاجه عجباني حقيقي، لانها وصفه جميله جدا. النتيجه بتاعتها نتيجه فعليه، يعني هتحطي منه هتبان النتيجه على طول. هتحطي ايدك كده على الشعر تلاقي الشعر ناعمه، يعني وفيها لمعان، وبصراحة وطرية طروة. مهما كان شعر بنتك أو شعرك مش طري وفي كده خشونة وتقصيفة، هتلاقي كل ده يروح. وقبل ما نقول عملنا وصفة النهاردة ازاي، لو انت أول مرة تشوفيني ادخلي القناة وقيمي المحتوى، لو عجبك اعمل اشتراك وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف عملنا وصفة النهاردة ازاي. بصي يا ستي، الوصفة دي عبارة عن ايه؟ هتحطي كميات متناسبه من الزيوت اللي هقولك عليها ديت. انا حاطه في الازازه ديت زيت جوز الهند، دي الازازه بتاعته، وحاطه زيت السمسم، زيت اللوز الحلو، وزيت الارجان، وايه تاني، وزيت الزيتون، وفي طبعا مجموعه زيوت كتير جدا بنقدر نستخدمها للشعر، لكن هم دول اللي انا بستخدمهم. بصراحه بيجوا معايا نتيجه فعاله جدا جميله جدا. يلا اللي موجود معايا لغايه دلوقتي تدوس لايك. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهارده. لو الوصفه عجبتك وحابه تفيدي حبايبك واصحابك وقرايبك، اعملي لايك واعملي شير للوصفه. لو انت مش مشتركه واول مره تشوفيني، اعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اتمنى الوصفه تعجبكم وتنفذوها، ودي رايكم في التعليقات. والقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.